ورحمة الله وبركاته. طلاب، نكمل الأجزاء المتبقية من محاضرة الجلايكوليسيس. قلنا بالمقطع السابق أنه بالجلايكوليسيس عندي السبستريت اللي هي جلوكوز، راح تنطيني 2 بايروفيت. وين تصير هذه العملية؟ تصير بالسايتوسول. شو راح تنطيني؟ راح تنطيني 2 ATP. كخلاصة احنا نحصل 4، 2 مستهلكين يبقون 2 ATP وياها 2 NADH. زين، أنا من أوصل للبايروفيت هنا أسأل، متوفر عندي O2؟ متوفر عندي ميتوكوندريا؟ ليش؟ لأن بعد البايروفيت، البايروفيت وين لازم يدخل؟ يدخل للميتوكوندريا حتى يتحول للمن للأستايل كو أي، والأستايل كو أي بعدين يدخل أيضا بداخل الميتوكوندريا. قلنا إنزيم الستريك أسيد سايكل موجودة بالماتريكس حتى تصير عندي الستريك أسيد سايكل، وعدها شرط الستريك اسيد سايكل ما تصير الا بتوفر الاوتو. وقلنا ليش ما تصير الا بتوفر الاوتو؟ لان الناد اتش والفاد اتش 2 لازم شي يصير لهم ريجنريتد. شلون يصير لهم ريجنريتد؟ لازم يدخلون بالالكترون ترانسبورت شين حتى يسلمون البروتون والالكترون ويرجعون لصيغه فاد وناد للستريك اسيد سايكل وتستمر العمليه. والالكترون ترانسبورت شين ما تصير الا اذا عندي O2، لان عندنا الكومبلكس الرابع راح يسلم الالكترونات للO2 حتى ينطيني H2O. واضح؟ اذا حصلت اني بايروفيت، اجيت موجود عندي O2، موجود ميتوكوندريا، تستمر السلسله مثل ما موجود بحساب الطاقه هنا. البايروفيت يتحول الى استايل كو اي ينطيني 2 NADH، بعدين الناد اتش هذه والناد اتش اللي حصلناها بالجلايكوليسيس مع الستريك اسيد سايكل تستمر العملية، وبالاخير احصل على 30 ATP. اذا في حالة الايروبك كم ATP انا راح احصل كتوتر 4 oxidation of 1 molecules؟ يعني بالنهاية راح احصل على CO2، على 2 CO2. قلنا نحصل بالستريك اسيد سايكل 2 CO2، مو وحدة دير بالكم، 2 CO2 زائدا H2O. منين نحصلها هذه 2 CO2؟ من الستريك اسيد سايكل. ايش قد الATP نحصلها من بداية تكسر الجلوكوز الى حين ما وصلنا للميتوكوندريا والالكترون ترانسبورتين وخلصت كل العمليات؟ 30 ATP. وقلنا لكل جلوكوز 2 ستريك اسيد سايكل. زين، في حال انه اني وصلت لهذه المرحله وما عندي جلوكوز، انطاني 2 بايروفيت، انطاني 2 ATP، وانطاني 2 NADH، وهذا الناد اتش بي بالريديوس فورم اللي هو خطر، ما لازم يتراكم بالجسم. زين، وصلنا لهذا الحد وعرفنا انه احنا ما عندي ميتوكوندريا، مثل عندكم الاريثروسايت ما عندها ميتوكوندريا، او ما عندي O2، او ممكن اثنيناتهم. في حالة المصل الاكسرسايز بالمصل ماكو O2، راح يقل الاكسجين فيتحول الجلايكوليسيس الى الان ايروبيك جلايكوليسيس، اذا هم ماكو O2، ما راح تفيدني الميتوكوندريا، لان الستريك اسيد سايكل ما تصير الا اذا عندي O2. ونفس المشكلة عندي بالإرثروسايت، الإرثروسايت موجود أوتو بس ما عندي ميتوكوندريا، فما لا راح يتحول البايروفيت للأستال كوي ولا ستريك أسيد، فشو يبقى عندي؟ آن إيروبيك، يصير عندي آن إيروبيك جلايكوليسيس. زين، أوكي، حد البايروفيت توقفنا بالآن إيروبيك جلايكوليسيس. شنو المشكلة اللي صارت عندي؟ الناد اتش اللي حصلناه بالجلايكوليسيس وين اخليه؟ لا عندي ميتوكوندريا حتى يدخل لها، او ما عندي O2 حتى يدخل بالالكترون ترانسبورت شين، راح يتراكم، راح يزداد الناد اتش. لازم اكو في الطريقه نتخلص من هذا الناد اتش اللي عندي، لان صار عندي انيروبك، ما راح اقدر اكمل العمليه وادخل بالميتوكوندريا، ما عندي ميتوكوندريا ممكن كما في الاريثروسايت. فش نسوي؟ البايروفيت يتحول الى اللاكتيت بالديهايدروجينيز انزيم، وهذا الانزيم ايش راح يستخدم؟ راح يستخدم الناد اتش اللي موجوده ويرجعها للناد. اذا الاند برودكت اللي صارت عند الاند برودكت بالانيروبيك اللي هي لاكتيت، واحنا ما تغيرت الخاطر انه احنا محتاجين لاكتيت، لا، تغيرت البايروفيت تحولت لللاكتيت حتى نتخلص من هذا الناد اتش اللي هو فدعاله بقع علينا، ما عندي اكسجين حتى اتخلص من عنده ولا اقدر اكمل طاقه. زين، تخلصنا من الناتج.
زين اجي للاي تي بي. الاي تي بي في حاله الان ايروبيك جلايكوزيس ايش قد بقت عندي؟ احنا قلنا هنا حصلنا 2 اي تي بي وال2 ناضج. ال2 ناضجت ما نقدر نحولها كل وحده من عندهم الاثنين ونص اي تي بي، ليش؟ لان ما عندي الكترون ترانسبورتين، لا اكو ولا اكو، وتخلصنا من عتها حولنا البايروفيت لللاكتيت. ايش باقي عندي؟ باقي عندي فقط 2 اي تي بي بالان ايروبيك جلايكوليسيس. بالان ايروبيك عندي فقط 2 اي تي بي، بينما بالايروبيك جلايكوليسيس هذا يستمر اوكسيديتيف فوسفوريليشن، راح يصير عندي 30 اي تي بي. ان شاء الله تكون واضحه.